السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم كوريندون روبي ترابيتشي ترابيتشي شو الخلق ربي كيفاش عامل؟ ها كتزول له الضو كطيح الضو شوفوا هنايا كيفاش كيبان الشغل. ها سبحان الله العظيم. للذكر الروبي هو الأكسيد الألومنيوم، الصلبة ديالو كيجي مور ديامانت، يعني بعض الديامانت. الديامانت عنده 10 على سلم ديال الموس، والروبي عنده 9. هذا الروبي شوفوا على فلوريسنسيا كيفاش عنده، شوفوا على فلوريسنسيا، شوفوا كيفاش كيمتص الضوء. هذا الروبي طبيعي غير معالج، الروبي طبيعي 100%. هذا تقريبا الثمن ديالو بالجمله كيعمل 15 الاورو للكيلات، 15 الاورو للكيلات. ده غادي نشوفوه بلا فلوريسينسي، غادي نشوفو التقطاع ديالو، غادي نشوفو حتى هذا. خمسطاش الأورو الكيلات، شوف كيفاش عامل غير باش نعرفو. ولكن هذا هو اللي قلنا ترابيتشي، وهذا صراحة الروبي نقي. شدو هذه اللي صغيرة، باش كنشوفوا الجودة كنقولوا الثمن، كنشوفوا حتى علاش من الجودة كنهضروا. هذا التصوير بلا لوب، نقربكم الصورة للثمن ونقربكم حتى للجودة، باش سبحان الله شي واحد نهار اللي بغى يشري شي حاجة يعرف راسو شنو كيشري واش من جودة كيهضر عليها، مابقاوش غير هادشي ماكينة. اليوم الإخوان كنتمنى نكون قربتكم بزاف للصورة. ان شاء الله كما قلت لكم هذا هو اللي شفنا الفلوريسينسيا ديالو قبيلاتي 15 الاورو. للذكر الثمن غير كنقربكم الاخوان الصوره، يعني ماشي الهدف البيع ولا شي حاجه، فهمتيني؟ الهدف هو التوعيه، وشي واحد مستقبلا ان شاء الله لا بغى يشري شي حاجه راه مهم كيعرف الثمن، ماشي يجيبوا له شي حاجه راه ويعطي فيها عاوتاني شي يتزرف فيها، يعطي شي ثمن اللي ماشي هو هذاك. هادشي اللي غنقول لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.